السلام عليكم، مرحبا بكم ناس الجياسكا. جماعة احنا رانا ننقل لكم في الاخبار فقط. اسمعوا التقرير هذا تاع الشركه اللي راح تحكم شبيبه قبائل، شركه موبيليس. دوك نحكيو متى على بالي مقلقو جماعة، وقال لك قلتوا لنا غدوه وكذا هذيك. دوك نحكيو متى تعلن، نحكيو على مده بقاء يا ريشان والشروط اللي قالتها الاداره للشركه. دوك نحكيو كلش في الموضوع هذا، ولكن اسمعوا التقرير على الشركه هذه ونوليو لكم. قبل ذلك لايك على الفيديو، ابوني في القناة وتركونا تعليق يا جماعة، واسمعوا الفيديو. شوقي بوخزاني يؤكد أن موبيليس ستنهي سنة 2022 بتحقيق أكبر رقم أعمال في تاريخها. الرئيس المدير العام لموبيليس أكد أن رقم أعمالها فاق في الثلاثي الثالث 23% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. بوخزاني لدى نزوله ضيفا على قناة النهار أكد أن رقم أعمال موبيليس سيتجاوز 135 مليار دينار، أي مليار دولار. هذه الشركة اللي راح تحكمكم ربي إن شاء الله. دوك نزيدو نحكي فيها، ديروا لنا لايك يا جماعة، أكملتوش لايك لحد الساعة، لايك والتعليقات على الشركة هذه. زيدوا اسمعوا أعمال الشركة، اسمع مني. بحد الآن كان في سنة 2016 موبيليس سجلت خلال العشر أشهر الأخيرة نمواً في رقم أعمالها بنسبة 12.4%. عدد زبائن المؤسسة بلغ إلى حد الآن 21 مليون مشترك يحظون بأحسن تدفق للإنترنت وأفضل تغطية لشبكة الهاتف النقال بالجزائر. الشركة خاضت خلال سنة 2022 عدداً من التحديات التكنولوجية على غرار مواكبتها المتفردة لألعاب البحر الأبيض المتوسط. على بالي تقولوا ما قالش أنا شبيبة قبائل، ولكن هذه الشركة اللي تحكم شبيبة قبائل بإذن الله. زيدوا سمعوا دوك نوليوكم. والتغطية المتميزة للقمة العربية والتي كانت الأولى من نوعها من حيث استخدام الرقمنة. بوخزاني أكد بأنه ملتزم بتنفيذ استراتيجية تعتمد على توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون فيما يتعلق بالمبادرة إلى اتخاذ القرارات الضرورية التي تحتاجها الشركات الاقتصادية من أجل تحقيق أرقام ومؤشرات إيجابية. من لا يبادر لا يخطئ، ومن لا يملك المبادرة عليه أن يترك مكانه لمن يتخذ القرار ويبادر. أو كاين الاتفاق جماعة، أو قال لك تعطل فقط، ولكن كاين اللي يقول بثلاثة وكاين اللي يقول راهو في جانفي إن شاء الله. وشوا تم الاتفاق على كل شيء، لكن الشركة تنتظر إنهاء المراسيم وتأكيد كل شيء وإنهاء كل التفاصيل الصغيرة والكبيرة لنشر كل شيء. الشركة قال لك راح تدخل بمبلغ مالي كبير وليس مجرد لعبة جماعة، باسكو باه تحط الصوار لازمها تحط الأمور التنظيمية والإدارية باه. ما كانش اللعبة جماعة، هذه فيها أمور وراي شركة راح تحكم شبيبة قبائل، ما فيهاش اللعب. لازم تنظيم ولازم الإعلان يكون رسمي ويكون بصفة رسمية. قال لك يزيد يا ريشان اجتمع باللاعبين أمس وطلب السماح من جميع، وأكد لهم أن شركة موبيليس ستكون على رأس الفريق، والمهم كل الأمور ستتحسن إن شاء الله في الأيام القليلة الماضية. هذا واش كاين ساء هذه هي. قال لك الإبقاء على ياريشان من شرط الشروط هذه تاع الإدارة تاع شبيبة قبائل اللي يحطوها الشركة هذه، الإبقاء على ياريشان أنه رئيس حتى نهاية الموسم، وهذا طبعا لكي لا يخرج من الباب الضيق وحتى يتمكن من إرجاع الفريق إلى السكة الصحيحة. إن شاء الله نتمنى أنه يرجعها قبل فوات الأوان. مساعدة الفريق ماديا لهذا الموسم بقيمة تفوق 20 مليار إن شاء الله يا رب العالمين، يكونوا لهذول الأرقام صحيحة فقط. وتحمل الشركة من شهر جانفي كل كتلة شهرية للفريق لاعبين وتقنيين وكل فئات العمرية اللي نورمال متسلكة إن شاء الله يا رب العالمين، وعدم الإفصاح على القيمة المالية التي ستساهم بها شركة موبيليس في الشبيبة، منح كل عام قيمة 5 ملاير للنادي الهوي للشبيبة، وعدم المساس بقيمة النادي وتاريخه. هذه الأخبار راني ناقلها فقط. أنا الشيء اللي يهمني أنه شركة لما تحكم زمام الشبيبة بينت لكم بلي هذه الشركة راهي قوة وما هيش ضعيفة. تمنى أنه الشركة هذه تسرع على الإعلان به الجمهور يطمئن وهنا نطمئن ويكون كلامنا صحيح. ليعجبوا الفيديو جماعة دينا لايك ودينا تعليق، ونتمنى أنه
وفرنا لكم الأخبار، رانا نقلنا لكم الخبر. نتمنى أنه الشبيبة تنجح وتتلائم سياساتها مع سياسة موبيليس. فيف جي اسكا مع فيديو جديد. سلام خاوتي.